السودان يوقع اليوم على اتفاق سلام مع عدد من الجماعات المتمردة لإنهاء عقود من الصراعات الإقليمية. البيت الأبيض يؤكد استقرار حالة الرئيس ترامب الصحية وأنه لا يحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعي للعلاج من فيروس كورونا. تواصل المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورنو كاراباخ وسط أنباء عن تورط مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في المعارك. نشرة إخبارية جديدة من النيل للأخبار، أهلا بكم، وتقدمها بلغة الإشارة دكتورة هالة محفوظ. يوقع السودان اليوم وعدة جماعات متمردة على اتفاقية سلام في جوبا عاصمة جنوب السودان، والتي من شأنها أن تؤسس إلى سلام شامل في البلاد وإنهاء عقود من الصراع وحرب أهلية طاحنة في كل من دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. ويتضمن الاتفاق شروطا لدمج هؤلاء المسلحين في قوات الأمن وتمثيلهم سياسيا وحصولهم على حقوق اقتصادية وحقوق حيازة أراض، كما يضمن الاتفاق فرصة عودة المشردين. اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الفصائل المسلحة يطوي دوامة من الحروب والنزاعات امتدت لسنوات طويلة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وخلفت آلاف الضحايا ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح داخل البلاد وخارجها. الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى في أغسطس الماضي يمهد لمشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وخصص نحو 7 مليارات دولار تدفع على 10 سنوات لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتأثرة بالنزاعات. وبموجب الاتفاقية سيتم تعيين قادة الفصائل المسلحة في مجلسي السيادة والوزراء ومنحهم 25% من مقاعد البرلمان الانتقالية الذي لم تشكل بعد. ونص اتفاق السلام في الترتيبات الأمنية على دمج مقاتلي الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع في الجيش السوداني، وستجرى العملية على 3 مراحل تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وتبلغ 30 شهرا. ويواجه تنفيذ اتفاق السلام على الأرض كثيرا من العقبات، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تواجه الحكومة الانتقالية. وطلبت الحكومة السودانية من الأمم المتحدة تشكيل بعثة سياسية تحت الفصل 6 لمساعدتها في عملية إكمال السلام، وتباشر البعثة الأممية مهامها في مطلع يناير المقبل لمدة 12 شهرا كمرحلة أولى. ومن أبرز المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام حركة جيش تحرير السودان جناح ميني أركومناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم والحركة الشعبية بزعامة مالك عقار بجانب فصائل أخرى، بينما تخلف عن المشاركة في عملية السلام حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بينما لا تزال المفاوضات غير المباشرة مستمرة مع فصيل الحركة الشعبية قطاع الشمال بزعامة عبد العزيز الحلوة لإلحاقه بالمفاوضات. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد، بعد التحية، ما هي أهم القضايا والملفات الخلافية التي سيعمل هذا الاتفاق على حلها في السودان؟ أهلا بحضرتك. الاتفاق هو في البداية سينهي حربا مدمرة في دارفور وجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق. هذه الحروب أودت بحياة مئات الألاف وشردت الملايين. الاتفاق أبرز النقاط التي يرى بعض المراقبين أنها تحتاج إلى استكمال في المرحلة المقبلة هو مشاركة جميع الأطراف، خاصة أن حركتين رئيسيتين كما تفضلتم وذكرتم في التقرير الذي تم إذاعته لم تشاركها، وإن كان رئيس الوزراء السوداني يسعى لأن يكون هناك مفاوضات لقوة علاقته بخاصة حركة الشمال. هناك أمور عديدة، يبدو أن أيضا سيتم تمديد الفترة الانتقالية
من 30 شهرا إلى 39 شهرا كما أذيع قبل دقائق أو كما تم تداوله قبل دقائق. المشاركة الدولية والمتابعة خاصة من جانب الأمم المتحدة وأطراف المشاركة الرعاة لهذا الاتفاق هامة جدا من أجل استكمال الأمور الخلافية. من أبرز النقاط الإيجابية المشاركة في السلطة والعودة لتمثيل كافة المناطق السودانية خاصة في المجلس الرئاسي الذي سيتم زيادته بثلاثة أفراد من الأقاليم الثلاث، بالإضافة إلى خمس حقائب وزارية تم الاتفاق عليها أيضا. وتم حسم الموضوع المتعلق بالثروات وإدارتها، ستحصل الأقاليم على 40% من صافي الإنتاج والثروات ويتم توريد 60% إلى الخزانة السودانية. هذه أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها. هناك أيضا الاتفاقات المتعلقة بالقوات المسلحة بالإضافة وعلاقتها بالجماعات العسكرية المتواجدة في المناطق السودانية، خاصة أن تم الاتفاق على أنه سيتم دمج 30% فقط أعتقد من القوات العسكرية للميليشيات وقوات حركات التحرر المتعددة. هذه أبرز النقاط التي تم التفاوض بشأنها في خلال الساعات الماضية، ونتمنى أن يشهد السودان الشقيق الأمن والسلام وتعود الأمور كما كانت عليه، خاصة أن الخسائر كانت فادحة يقدرها بعض الأقطابين بأكثر من 600 مليار دولار خسائر في السودان على مدار السنوات الماضية. وأعتقد أن أيضا مصر تدخلت بشكل جيد في المفاوضات الخاصة بهذه الحركة وكافة الأطراف المشاركة أيضا في توقيع الاتفاق اليوم. نعم، طيب أستاذ محمد، هناك مراقبين أو هناك مراقبون يتحدثون عن أن هذا الاتفاق لن يكون الأول، هناك أكثر من 50 اتفاقية وقعت قبل ذلك سواء بين المؤتمر الوطني وعدد من الحركات الأخرى، وكل هذه الاتفاقيات لم تستطع أن تحقق الاستقرار الكافي، خصوصا مع تجاهل الحركات الرئيسية التي توجد على الأرض وعدم توقيعها على هذا الاتفاق أيضا. دعني أقول أن نسبة التمثيل وإن كان البعض يشكك في عدد الحركات مقبولة للغاية، وهناك مفاوضات مفتوحة مع الجزء الآخر من حركة الشمال يقوم بها الوزير الأول حمدوك في السودان. أيضا هناك محاولة للسعي لإنهاء الخلافات تماما، وحتى بعض القادة المتواجدين في باريس هناك اتصالات معهم. بالطبع نتمنى أن يستكمل جميع الأطراف كل المتطلبات الخاصة بالاتفاقية واتفاق السلام، وأن يمتثل الجميع، خاصة أنها فرصة سانحة لإنهاء الخلافات التي ما زالت مستمرة حتى منذ منتصف سنوات منتصف القرن الماضي منذ الخمسينيات، وهذه مشكلة كبيرة على الرغم من استقلال جنوب السودان، إلا أن المشكلة استمرت من الحركات التحررية. وبالتالي فيجب أن يكون هناك جهد أكبر من جانب الأطراف حتى يتم تنفيذ الاتفاق ما تم الاتفاق عليه وإنهاء الخلاف مع الأطراف الأخرى التي ترى أن توقيع الاتفاق الحالي بشكله الحالي يشابه الاتفاقات التي تم توقيعها في الماضي، ولكن هذه المرة التواجد الدولي الكبير والإصرار من جانب جميع الأطراف، خاصة أن وجود نظام البشير الذي كان يرتبط ببعض الأفكار الأيديولوجية وجماعة الإخوان الإرهابية وتحالفات غريبة عن المنطقة وعن أفريقيا وعن السودان قد ولا، والآن الفرصة سانحة بشكل أكبر وهناك فرص للسلام في المستقبل، ونتمنى أن يسود السلام أيضا وتتفق جميع الأطراف وكل الحركات التحرير. شكرا لك أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف. في سياق متصل، واصلت القوات المسلحة المصرية تجهيز وإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز النصف آلي الميداني إلى السودان للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين المتضررين من الفيضانات والسيول العنيفة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين في أزمتهم الأخيرة. واصلت القوات المسلحة تجهيز وإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز النصف آلي الميدانية، حيث أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة في رحلتهم الثالثة، متجهين إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملين بخطوط إنتاج الخبز والفنيين القائمين بتركيب وتشغيل الخطوط. وتساعد خطوط الإنتاج المرسلة في التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ في الخبز بالعديد من المناطق في السودان، حيث من المقرر أن يتم دفع المخابز الميدانية في المناطق المتضررة بشدة جراء السيول والفيضانات الأخيرة. تأتي تلك المساعدات المصرية التي أرسلت منذ بدء الأزمة في إطار دعم الأشقاء السودانيين والتأكيد على أن الشعب السوداني لم يترك وحيدا في مواجهة أزماته، وأن الشعب المصري دائما إلى جواره. أعلن البيت الأبيض في أحدث بيان له حول حالة الرئيس ترامب الصحية أنه في حالة مستقرة ولا يحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعي، وأنه يخضع حاليا للعلاج بعقار ريمديسيفير المضاد لفيروس كورونا. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعليق له عقب إصابته بفيروس كورونا نشر على موقعه على تويتر، قال إنه وزوجته في حالة جيدة جدا. بعد إصابته بكورونا وغيابه عن الساحة العامة، نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري بميريلاند قرب واشنطن، حيث يخضع لعلاج تجريبي لكوفيد-19، ما أدى إلى إبعاده عن الحملة الانتخابية لفترة غير معلومة. البيت الأبيض أكد أن حالة الرئيس ترامب الصحية مستقرة، وأنه دخل المستشفى كإجراء احترازي بعد التشاور مع متخصصين لتلقي عقار ريمديسيفير بعد تلقيه جرعة واحدة من مزيج أجسام مضادة من مختبر ريجينيرون، إلا أنهم أكدوا أن الرئيس ترامب لا يحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعي للعلاج من فيروس كورونا. الناطقة باسم حملة ترامب أكدت أن الرئيس الأمريكي سيعمل من المكاتب الرئاسية في مستشفى والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن كل أحداث الحملة المعلنة مسبقاً قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل ستعقد افتراضياً عبر الإنترنت أو سيتم تأجيلها. ووسط علامات الاستفهام التي تحيط بمجرى حملة الرئيس الانتخابية والمناظرة المرتقبة بين ترامب ونظيره الديمقراطي جو بايدن، كسر الرئيس الأمريكي حاجز صمته ونشر على تويتر أنه وزوجته في حال جيدة جداً، وأن حملته ستمضي قدماً كما هو مقرر رغم إصابة مدير حملته الانتخابية بيل ستيبن. منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية الذي جعل من إدارة ترامب لأزمة الوباء محور حملته الانتخابية، في حين حاول ترامب تحويل الانتباه إلى نقاط قوته المتمثلة في الاقتصاد، ذكر الناخبين بأنه دافع باستمرار من أجل أخذ فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف من الأمريكيين على محمل الجد، بخلاف خصمه الذي سخر مرارا منه وتحدى النصائح الطبية التي توصي بوضع الكمامات. هذا مهم جدا، بالتالي كونوا وطنيين، إنها ليست مسألة تعنت، الأمر يتعلق بالمشاركة في الجهد الجماعي، هذه ليست مسألة سياسية، إنه تذكير قوي لنا جميعا بأنه يتعين علينا التعامل مع هذا الفيروس بجدية، إنه لن يختفي تلقائيا. المرشح الديمقراطي الذي وجد نفسه فجأة وحيدا في مضمار الحملة الانتخابية أكد في جولته الأخيرة سلبية تحاليله، إلى أنه أبدى تعاطفه مع خصمه، ورغم ما شكلته إصابة ترامب من ضربة قوية لجهوده الرامية للفوز بولاية ثانية،
إلا أن منافسه تحلى بروح المنافسة الحميدة وأعلن إزالة كل الإعلانات السلبية عن خصمه. أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 10 وفيات. وقال مجاهد إن 288 متعافيا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 97,143 حالة. تستأنف السعودية غدا الأحد أداء العمرة تدريجيا في مكة المكرمة بعد تعليقها في مارس الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد مع إجراءات احترازية ووقائية. كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 23 من سبتمبر الماضي أنها ستسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة في 4 أكتوبر وبعده بشهر للمعتمرين والزوار من خارجها. وفي خطوة أولى سيؤدي العمرة 6,000 معتمر في اليوم. قال ممثل منظمة الصحة العالمية بالعراق إن العراق دخل ما يسمى بمرحلة التفشي المجتمعي لفيروس كورونا، وهي المرحلة الثالثة، محذرا من تفشي الوباء في عموم البلاد. وقال ممثل منظمة الصحة إن مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي ما زالت تحت السيطرة، وقال إن الدولة تبذل جهودا لاحتواء الوباء والسيطرة عليه. في الوقت نفسه حذر ممثل المنظمة من تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، مما يضاعف أعداد الإصابات بشكل قد يفوق القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية. تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند 100,000 وفاة بحسب الأرقام الرسمية. يأتي هذا في الوقت الذي يتواصل تفشي الوباء في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان. تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند 100,000 مصاب في وقت يتواصل تفشي الوباء في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان. وأظهرت أرقام وزارة الصحة الهندية وفاة 100,842 شخصاً حتى الآن جراء الفيروس في البلاد، ما يجعل الهند ثالث دولة من حيث عدد الوفيات بكوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وذلك في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات عن انحسار الوباء. أما على صعيد الإصابات، سجلت الهند ما يقرب من 6,500,000، حيث تسجل حاليا أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس يصل إلى حوالي 80,000 إصابة يومية، فيما يبدو أنها ستتجاوز الولايات المتحدة في معدل الإصابة بالفيروس في العالم حتى الآن. يأتي هذا في الوقت الذي شكك فيه خبراء الأوبئة من صحة بيانات الأرقام الرسمية الصادرة عن الهند بالنسبة لأعداد المتوفين، وذلك نظرا لعدم امتلاك الهند نظام مراقبة للصحة العامة يسجل بشكل فوري جميع الأحداث والوفيات المرتبطة بالأمراض. وعلى الرغم من إجرائها نحو 1,000,000 فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص كوفيد-19 أقل بكثير من دول أخرى عديدة، حيث يصل عدد سكانها إلى 1,300,000,000 نسمة. في الوقت ذاته تمضي حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قدما في فتح ثالث أكبر اقتصاد في آسيا رغم ارتفاع عدد الإصابات. ولم تفشل إجراءات الإغلاق المشددة التي فرضت في مارس بوقف تفشي الوباء فحسب، بل تسببت بمعاناة لملايين السكان الذين وجدوا أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل.
قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن العالم لا يزال في حالة صراع مع وباء فيروس كورونا المستجد. فجأة سمعنا أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والسيدة الأولى ثبتت إيجابية إصابتهما بمرض كوفيد-19. أريد أن أبدأ كلامي بتمنياتي لهما بالشفاء العاجل. فالعالم لا يزال في حالة صراع مع هذا الوباء. أسبوعيا تقريبا يزداد عدد حالات الإصابة مليوني حالة، وخلال هذا الأسبوع فقط فقدنا نحو 1,000,000 شخص بسبب هذا المرض. نعزي أنفسنا لفقدان هذا العدد الكبير من الضحايا، وفي الوقت ذاته مستمرون في تقديم الدعم لجميع الدول للحيلولة دون وقوع المزيد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور بروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بروما. دكتور فؤاد، بعد تحية، تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية قال إن العالم لا يزال في حالة صراع مع وباء كورونا. في رأيك ما أسباب ارتداد أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخرى في بعض الدول واستمرار وتيرة الإصابات بشكل متسارع في دول أخرى كالولايات المتحدة والهند والبرازيل؟ مساء الخير للجميع. سؤال مهم، ومن ناحية عشان الواحد يجاوب عليه من ناحية طبية وصحية، تحليل الأرقام احنا شايفين تقريبا أزيد من 20,000,000 مصاب موجودين في أول 5 دول متضررة، منها أمريكا والهند. نتكلم عن عدد كبير من المصابين. في نفس الوقت نقدرش إنه ما نخذش في عين الاعتبار عدد اللي تعافوا، تقريبا 75-80% اللي تعافوا من كورونا فيروس، و 80% تعافى بدون علاج ومع اعراض، مع كورونا فيروس بدون اعراض. عشان هيك حسب رايي السبب الانتشار هو اولا اجراءات غير صحيحه وغير دقيقه من بعض الدول. احنا بنتامل الشفاء لرئيس امريكا، بس في نفس الوقت بنقول رئيس امريكا نفسه كان ما يستعملش الكمامة وتصريحات ضد كورونا فيروس. عشان هيك حسب رأيي أول شيء مسؤولية سياسية من رؤساء الدول ومن الحكومات اللي متضررة كثيرا. ثانيا، بعد نهاية موسم السياحة وفي نفس الوقت بداية المدارس، ارتفع من جديد عدد الإصابات خصوصا في إيطاليا وفي أوروبا. ثالثا، كثير من الأشخاص خصوصا الشباب لا يحترمون النصائح والإرشادات والمسافة بين الأشخاص واستعمال الكمامة. ورابعا، في نفس الوقت كثير من الدول متركزة إنها تجد لقاح. إحنا من أول يوم إحنا نقول لازم نربح الحرب بدون لقاح. مع الأدوية الموجودة تقريبا 95% تعالجونا في البيوت، والبروتوكول اللي بننصحه من أول يوم، وكثير من الدول العربية سمعته ومستمر في هذا النصيحة، الوباء يعالج في البيوت أول 5 أيام مع الأدوية المتوفرة. ما نستناش اللقاح، لأنه اللقاح أكل إشي بده أخرى سنة تيغدى موجود. تمام. طيب، يعني دونالد ترامب كما قيل من البيت الأبيض بأنه يخضع للعلاج بعقار ريمديسيفير، هل نفهم من هذا أن عقار ريمديسيفير ربما يكون هو الحل المتاح الآن أمام العالم للتعاطي مع المصابين بكوفيد-19، أم أنه لا يصلح لكل الحالات المصابة بكوفيد-19؟ بالنسبة لكوفيد-19 حسب رأيي بتعلق في الأول أيام، وإذا بنقاومه في العلاج اللي موجود، وبعدين بعد 5 أيام وإذا المريض أو المصاب يستمر عنده أعراض إنه التنفس صعب والحم لا ينزل، نقدر نستعمل أمراض ثانية ونقدر نستعمل أدوية ثانية. بس نقدرش نقول بس دا
دواء واحد بيقدر يعالج كل حالات المرض الكوفيد 19. عشان هيك حسب رأيي بتعلق في الشخص، بتعلق في جيل الشخص، بتعلق في الأمراض المسنين اللي موجودة عند الشخص، وبتعلق في أي حالة، لأنه بعد 5 أيام إحنا بنعطي أدوية تختلف عن أول 5 أيام، وإذا عنده مرض سرطان أو حساسية أو مرض قلب أو سكري أو مرض الشرايين والأوردة. عشان هيك ترامب بنتأمل إنه مع العلاج اللي بيقدر اللي بيعمل فيه يقدر عنده نتيجة، بس هذا وإذا بصير عنده نتيجة مش بنقدر نستعمله لكل الأشخاص. شكرا لك دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. تتواصل المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ لليوم السادس على التوالي، وسط أنباء عن تورط مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في المعارك إلى جانب القوات الأذرية. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه أطراف دولية إلى ضرورة وقف القتال واستئناف المحادثات بين طرفي الصراع. تتواصل المعارك العنيفة لليوم السادس على التوالي في إقليم ناغور كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، حيث انتقلت القوات الأذرية إلى الهجوم على المحورين الشمالي والجنوبي من خطوط التماس في الإقليم بعد استخدامها تعزيزات جديدة. وزارة الدفاع الأرمنية قالت إنها صدت تقدم الجيش الأذري وكبدته خسائر فادحة وأسقطت 3 طائرات حربية تابعة له. واتهمت أرمينيا القوات الأذرية بقصف المدينة الرئيسية وتنفيذ غارات على ستيبانكورت عاصمة ناغورنو كاراباخ، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين وإلحاق أضرار مادية بمحيط المناطق السكنية. من جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى وقف إطلاق النار في الإقليم، معربا عن أمله في أن تكون التقارير عن وجود مقاتلين سوريين في أذربيجان معلومات لا أساس لها من الصحة. كما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا العضوة في حلف شمال الأطلنطي والتي تدعم أذربيجان من نشر مقاتلين سوريين في إقليم ناغورنو كاراباخ. وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن بلاده تتحرى مزاعم عن استخدام قوات أذربيجان التي تخوض قتالا ضد القوات الأرمينية تكنولوجيا كندية للطائرات المسيرة جرى تصديرها في بادئ الأمر إلى تركيا. أرمينيا أعلنت أنها ستتعاون مع روسيا والولايات المتحدة وفرنسا من أجل وقف إطلاق النار، لكن أذربيجان ردت بأنه على أرمينيا أولا سحب جنودها. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه متفائل حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكزيت، مشيرا إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام جيدة للغاية، مشددا على ضرورة إنجازه لتجنب حدوث بريكزيت بشكل غير منظم. يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه جونسون لعقد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم لتحديد الخطوات المقبلة في المفاوضات الصعبة بين الطرفين. كان الطرفان قد أشارا إلى أن قمة أوروبية مرتقبة في 15 من أكتوبر ستكون المهلة النهائية التي يمكن التوصل فيها إلى اتفاق لتتم المصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ في 1 ديسمبر. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن وصول المسؤولين من السودان ومن عدة جماعات متمردة لجوبا عاصمة جنوب السودان للتوقيع على اتفاقية سلام. هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تؤسس إلى سلام شامل في البلاد
وتعمل على إنهاء عقود من الصراع وحرب أهلية طاحنة في كل من دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. هذا الاتفاق مشاهدين الكرام من المقرر أن يتضمن شروطا لدمج المسلحين في هذه الجماعات المتمردة. أيضا سيعمل هذا الاتفاق على تمثيل هؤلاء المسلحين سياسيا وحصولهم على حقوق اقتصادية وحيازة أراض، كما يضمن هذا الاتفاق فرصة لعودة المشردين. مشاهدينا الكرام، هذا الاتفاق هناك أمال على أن ينهي سنوات وعقود طويلة من هذه الحرب الأهلية التي استنزفت الكثير من أبناء السودان ومن أعضاء هذه الحركات المتمردة الذين قاتلوا ضد هذه الحكومة لسنوات طويلة. مشاهدينا الكرام، كان هناك مراقبون يتحدثون عن أن هناك توجد أكثر من 50 اتفاقية جزئية وقعها المؤتمر الوطني السوداني وحكومات متعاقبة منذ الاستقلال مع هذه الحركات المتمردة، ولكن لم تحقق هذه الاتفاقيات أي سلام كلي ودائم، بل بعض هذه الاتفاقيات أضاع أجزاء كبرى وفتت أجزاء من السودان. أيضا هناك من المراقبين من يشير إلى أن هذا الاتفاق يتجاهل حركات كبرى وهي حركات ذات ثقل على الأرض، وكانت يعني يشار إليها أنها حركات مؤثرة فعليا في الحرب في دارفور، مثل حركة عبد الواحد محمد نور المعروفة بجيش تحرير السودان، أو الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وهي حركات ذات ثقل عسكري وسياسي على الأرض، ورغم انشقاق جزء منها بقيادة مالك عقار وهي مجموعة الأقل، يمكن أن نقول أنها حركة سياسية وليست مسلحة. ومن هنا هذه ربما يكون أو هذا ربما يكون التحدي الذي يواجه هذا الاتفاق الذي يتم توقيعه الآن أو بعد قليل في العاصمة الجنوب سودانية جوبا، ولكن هناك دعم دولي من عدد من الدول سواء الأجنبية أو الإفريقية لهذا الاتفاق ولهذه الجهود الساعية إلى إحلال السلام في السودان. مشاهدينا الكرام، نجد على الشاشة ونقوم نحن ببث حي مباشر من العاصمة الجنوب السودانية جوبا، حيث وصل إلى مقر توقيع هذه الاتفاقية أو هذا الاتفاق سيرفا كير ميرديت رئيس جنوب السودان وزعماء الحركات المتمردة التي ستوقع على هذه الاتفاقية، اتفاقية السلام مع حكومة السودان. وهناك أمال أن تؤسس هذه الاتفاقية إلى سلام شامل في البلاد وإنهاء عقود من الصراع والحروب الأهلية الطاحنة التي دارت رحاها في كل من دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. كما ذكرنا منذ قليل مشاهدينا الكرام، هذا الاتفاق يتضمن شروطا لدمج هؤلاء المسلحين في قوات الأمن، بالإضافة إلى تمثيلهم سياسيا وأيضا بالحصول على حقوق اقتصادية وحيازة أراض والتمثيل في مجلس السيادة وأيضا في الحكومة، بالإضافة إلى أن تكون لهم حصة في البرلمان ربما تبلغ 25%. مشاهدينا الكرام، ونحن نتابع هذه اللقطات الحية والمباشرة على الهواء مباشرة من العاصمة الجنوب السودانية جوبا، حيث يعاني السودان منذ استقلاله في عام 1956 من عدم استقرار سياسي ومن حروب أهلية في كل أطرافه بسبب التهميش والإقصاء واحتكار القرار السياسي واستغلال موارد السودان من فئة
سابقا استأثرت بالسلطة والثروة في البلاد، مما سبب إهدارا للموارد الخاصة بالبلاد، بالإضافة إلى معاناة الشعب السوداني. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع حضور هذه القيادات التي توقع على هذه الاتفاقية التي يؤمل أن تنهي سنوات من الحروب والقتل الذي خلف مئات الآلاف من المشردين، بالإضافة إلى الآلاف من القتلى. مشاهدينا الكرام، في أغسطس من عام 2019 كان الجيش السوداني وقادة مدنيون قد اتفقوا على العمل معا ضمن حكومة انتقالية تنفيذا لمطلب رئيسي للمحتجين الذين أطاحوا بحكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي استمر نحو 30 عاما في الحكم. مشاهدينا الكرام، ونحن نتابع هذه اللقطات الحية والمباشرة من العاصمة الجنوب السودانية جوبا لوصول الممثلين عن الحكومة السودانية والحركات المتمردة للتوقيع على اتفاقية السلام هذه، والتي يؤمل أن تؤسس إلى سلام شامل في البلاد. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام للتعليق على هذا الاتفاق المزمع توقيعه، ينضم إلينا سعادة السفير محمد العشماوي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا. سعادة السفير، أهلا بك. أهلا وسهلا. السؤال الذي السؤال الذي يطرح ويطرحه مراقبون ويطرحه أفراد عاديون أيضا، هل هذا الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه في جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم سينهي هذه الحروب الشاملة التي دارت رحاها في السودان وخلفت مئات الآلاف من المشردين ومن القتلى ومن المصابين، خصوصا في ضوء عدم حضور حركتين رئيسيتين ذات ثقل كبير على الأرض في دارفور لن توقع على هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقية للسلام؟ هو في الحقيقة فاضل حركة واحدة فقط، يعني في حركة فقط على الجلوس وحضور الاجتماعات والتوقيع اليوم، بالإضافة للحركات اللي كانت موافقة. الحركة بتاع عبد العزيز الحلو هي المنتظرة إن شاء الله وهي الباقية، وإن شاء الله نتمنى قريبا جدا بعد التوقيع على هذا الاتفاق اليوم أن تلتحق بهذا الاتفاق الهام جدا جدا بالنسبة لاستقرار وأمن السودان وإنهاء الفترة فترة عدم الاستقرار السياسي وفترة الفوضى التي عاشتها السودان في الفترة الماضية. وهذا الاتفاق طبعا في منتهى الأهمية بالنسبة للتنمية في السودان، بالنسبة كما قلت لدعم الاستقرار ويعني إنهاء حالة التوتر التي كانت تمر بها السودان في الفترة الماضية وخلقت مشاكل كثيرة جدا لها في الإطار العربي وفي الإطار الأفريقي. طيب سعادة السفير، في رأيك ما هي يعني النقاط التي سيقوم هذا الاتفاق بحسمها وحلها بين الحكومة السودانية وهذه الحركات المتمردة التي قاتلت السلطات السودانية سنوات طويلة؟ بالتأكيد الأمور كانت معقدة جدا بالنسبة للاتفاق بين هذه القوى، ونتيجة الخلافات ونتيجة التدخلات الخارجية أيضا كل ذلك ساهم في أن الوفاق لم يحدث ولم يحدث اتفاق بين هذه الجهات كلها. ولكن منذ نهاية شهر أغسطس الماضي عندما تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق الذي سيوقع نهائيا اليوم إن شاء الله،
فهذه الفترة أخذت يعني مجهودا كبيرا ودبلوماسيا كبيرا جدا في الإطار الأفريقي وفي الإطار العربي لدعم الاستقرار في السودان، خصوصا بالدول المجاورة للسودان. وكما تعلم فإن السودان جزء من الأمن القومي المصري، ومصر جزء كبير جدا ومهم جدا من الأمن القومي السوداني. وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار في السودان أعتقد أنه يهم الدولتين بصفة أساسية، ويهم الدول العربية والدول الأفريقية. تمام، شكرا لك سعادة السفير محمد عشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة معكم، ونتعرف الآن على أهم أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع محمد سليمان. إليك محمد. شكرا لك شاب، أهلا بكم. أخبارنا الاقتصادية في بانوراما منتصف اليوم وتتابعونا فيها. وزارة التخطيط تعلن عن استثمارات حكومية بمحافظات الصعيد خلال العام المالي الحالي بنحو 47 مليار جنيه. أهلا بكم. تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لمواجهة السحابة السوداء بالقاهرة الكبرى والدلتا. وأوضحت الوزيرة أنه تمت زيادة الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى 500 ألف طن بدلا من 350 ألف طن العام الماضي، مضيفة أنه تم فتح 289 موقعا لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، ويبلغ إجمالي ما تم تجميعه نحو 18% من إجمالي قش الأرز الناتج عن الحصاد. وأكدت وزيرة البيئة أنه تم تفعيل 75 محورا تابعا لوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحرق المكشوف من مخلفات زراعية وصلبة. كما تمت زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة. أعلنت وزيرة التخطيط هالة سعيد أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، وأنها تحظى باستثمارات حكومية تقدر بنحو 47 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالي 2020-2021، وتشكل 25% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة بنسبة زيادة تصل إلى 50% عن خطة 2019-2020. وأكدت أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع بمعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، ليصل إجمالي الموجه في خطة الدولة لهذا البرنامج إلى نحو 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات اعتباراً من 2017-2018. انتهت أخبارنا الاقتصادية، وعودة إلى الزميل شهاب شعلان لاستكمال البانوراما. تفضل شهاب. شكرا لك محمد. أهلا بكم جديد مشاهدينا، حيث أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن تفاصيل الكشف الأثري بسقارة المكون من أبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من سفراء العالم، والذي أعلن فيه عن الكشف عن تمثال من البرونز للإله نيفرتوم إلى جانب التوابيت الخشبية المغلقة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من منطقة سقارة مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية، كيف تابعت الإعلان عن الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة والأجواء التي صاحبت الإعلان؟
بالفعل يعني تم الإعلان عن اكتشاف 3 آبار تضم 59 تابوت، يعني هذه الآبار تقع على عمق نحو 11 مترا، وكان هناك نسبة رادين تصل إلى 9 أمتار. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الكشف الأثري مع الهواء مباشرة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. دكتور مصطفى برحب بحضرتك، عايزين نعرف تفاصيل الكشف ده عبارة عن ايه. طيب استاذنك معلش في المايك استاذ اشرف، شكرا. واحنا على الهواء بصبح وبمسي على كل مشاهدين قناة النيل، ونركز في تابوت بنكشفه هنا دلوقتي كمان قدام السادة المشاهدين على الهواء، وبنقول احد التوابيت المكتشفة من ضمن 59 تابوت تم اكتشافهم ولله الحمد بأيادي مصرية خالصة في منطقة سقارة، وده الموسم الرابع. نبص كده واضح تماما مومياء اللي بداخل هذا التابوت، مومياء للرجل اللي احنا فتحناه من شوية، بعض الألقاب اللي بتقول انه خد ألقاب مهمة جدا، بعضهم على فكرة كانوا كهنة، بعضهم كانوا كبار رجال دولة. المومياء في حالة أكتر من رائعة بالرغم من مرور أكتر من 2500 سنة عمر تقريبا، احنا بنتكلم على 500 شوية قبل الميلاد، يعني بنتكلم على 2550 أكتر من كده بشوية، بنتكلم على جودة النقوش والألوان. طب المكان اللي احنا فيه مكان ايه؟ بنتكلم على سقارة، سقارة صاحبة أقدم هرم في العالم اللي هو الهرم المدرج، وأقدم إيه حاجة تانية ودي الأهم، أقدم بناء حجري عرفته البشرية في العالم، بناء حجري لأنه أول مرة اتبنى الهرم ده من الحجر، كان قبل كده البناء كله من طوب اللبن. الجبانة اللي احنا فيها اسمها جبانة البوباستيم اللي لها باستت، اللي لها باستت اللي لها القطة. أفكر نفسنا بسرعة والسادة المشاهدين أنه أبريل 2018 لما بدأنا في حفاير هنا ولقينا مومياوات قطط، لا ما اكتفيناش بكده، مومياء تماسيح أسود صغيرة أشبال أسود من 8 إلى 10 أشهر تقريبا عمر، مومياوات سنيكس تعابين، لقينا مومياء جعران، ودي كانت الحقيقة الوحيدة اللي تم الكشف عنها في العالم. استأنفنا العمل في 1/8/2020، لما استأنفنا أعمال الحفائر لقينا أول بير في 13 مومياء. طب ليه والمومياوات فوق بعضهم البعض؟ المكان ده مكان مقدس قوي، ما يسمى بالبقعة المقدسة عند القدماء المصريين، فواحد اندفن وخاصة في الأسرة 26 اللي ما يسمى بالعصر الصاوي، عصر النهضة، عصر الازدهار، عصر إحياء الذكرى الجميلة والتقدم اللي كان فيه مصر من الدولة القديمة أو الدولة الحديثة، فرجعت تاني بقوتها في الأسرة 26 ما يسمى بالعصر الصاوي ملك بسمتيك. هنا في موميا، وفي موميا في حالة رائعة جدا 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 من الحفظ، مومياء لرجل، وما اكتفاش انه عمل مومياء بس بلفائف كتانية، لا ده اهتم كمان وعمل بعض الرسومات الجميلة على منطقة العين، منطقة الحواجب، منطقة الانف والبق، هنا عمل حاجة تانية جميلة جدا، عمل شريط كتابي على منطقة الصدر بالكامل، هنا في الحتة في الجزئية دي كلها شريط كتابي موجود على المومياء اللي هي الحقيقة في حالة رائعة جدا. الخبر الجميل اللي احنا بنقوله دلوقتي ان 59 تابوت اللي تم كشفهم حتى الآن كلهم بالكامل هيروحوا يتعرضوا في المتحف المصري الكبير. طلعنا تمثال كمان جميل جدا من البرونز، وهو الأجمل مطعم بالأحجار الكريمة، العقيق الأحمر، التركواز، اللابس لازولي، هو من البرونز 35 سنتي، بيرجع اللواء لشخص يدعى بادي أمون، بادي أمون بالعربي بمعنى عطية الإله أمون، the gift of the أمون، هدية الإله أمون بادي أمون، وده كان بيمثل نفرتوم وهو أحد الآلهة المهمة جدا عند المصري القديم. شكرا يا أشرف. شكرا دكتور مصطفى وزيري الأمين عام المجلس الأعلى للآثار. زي ما احنا شايفين هذا الكشف الأثري هو بدأ من 1/8/2020 واستمر لأربع مواسم، وهذا هو الموسم الأخير من هذا الكشف الأثري. شكرا لك أشرف مبارك مراسل النيل، وشكرا لضيفك الكريم دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. السودان يوقع اليوم على اتفاق سلام مع عدد من الجماعات المتمردة لإنهاء عقود من الصراعات الإقليمية.
البيت الأبيض يؤكد استقرار حالة الرئيس ترامب الصحية وأنه لا يحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعي للعلاج من كورونا. تواصل المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورنو كاراباخ وسط أنباء عن تورط مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في المعارك. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل الأخبار وقدمتها بلغة الإشارة دكتورة هالة محفوظ. على رأس الساعة موجز لأهم وآخر الأنباء، إلى اللقاء.